مشاهدينا وصلنا إلى آخر فقراتنا بصباح الخير يا عراق، اللي هي فقرة الصحافة اللي راح تشمل كثير من الأخبار وكثير من العناوين اللي حملتها الصحف المحلية والعربية والعالمية كذلك. مع ماهر، يسعد صباحك مرة ثانية ماهر. يسعد صباحكم من جديد رسل وأبا، أهلا بكم مشاهدينا. هذه جولة في أبرز وآخر الأخبار التي صدرت خلال اليوم، مع أزمة منح الجوازات أيضا، أزمة الثقة وأزمة الاقتناعات وغيرها من الأمور. الدبلوماسية لفتيات تيك توك تتفاقم، أما البرلمان يعارض توجه الحكومة في تثمين أراضي العشوائيات، ويونامي مستعدة للوساطة بين أنقرة وبغداد في ملف المياه. النفط خزين الغاز تجاوز 132 تريليون قدم مكعب. والمدارس العراقية في الخارج، التعليم بالدولارات وليس مجانا. أهلا بكم إلى تفصيلات الأخبار. نطالع ما نشرته الصحيفة الإلكترونية في عنوان أزمة منح الجوازات الدبلوماسية لفتيات تيك توك تتفاقم. على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على فضيحة منح آلاف الجوازات الدبلوماسية لموديلات عروض أزياء وناشطات في السوشيال ميديا في تيك توك وغيره، إلا أنه لم يتخذ حتى الآن قرار من الجهة المختصة لمعالجة هذا الموضوع الذي أثار غضبا شعبيا وسياسيا. وفجرت رئيس كتلة الجيل الجديد النائب سرو عبد الواحد في لقاء متلفز مفاجأة بشأن منح جوازات دبلوماسية لعارضات وفتيات تيك توك، مشيرة إلى تورط شخصيات نافذة بالقضية. ونفت وزارة الداخلية أو نأت وزارة الداخلية بنفسها عن الموضوع، فقد نفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنة مسؤولية وزارته عن منح الجوازات الدبلوماسية، مؤكدا أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن هذا الموضوع. وقال المحنة للصباح: لسنا مسؤولين عن منح الجوازات الدبلوماسية. وأضاف أن وزارة الخارجية هي التي تزودنا بالبيانات والقوائم ويتم توجيهها إلى مديرية الجوازات العامة، مؤكدا مهمتنا تتلخص بإصدار الجواز فقط. في الأخبار المحلية، رئيس الجمهورية يشدد على أهمية الحفاظ على أمن الجالية العراقية في أوكرانيا. شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أمس الأربعاء على أهمية الحفاظ على أمن الجالية العراقية في أوكرانيا، في حين أكد أهمية توطيد العلاقات بين العراق ولبنان. وذكر بيان رئاسي أن رئيس الجمهورية استقبل القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد ألكسندر بورفوجينكوف، مبينا أن رشيد تحدث عن أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا وأهمية الحفاظ على أمنهم واستمرار تقديم الخدمات لهم وتسهيل إجراءات تنقلهم بما يحفظ سلامتهم جميعا. وأعرب رشيد بحسب البيان عن أمله في الوصول إلى السلام ما بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أهمية الجهود الدبلوماسية والتمسك بالحوار لحل التوترات والمشكلات وترسيخ السلام والاستقرار وتجنب التداعيات الإنسانية والاقتصادية وحفظ أمن وسلامة المدنيين. أما في الأخبار الرياضية، فرنسا تنهي مغامرة المغرب وتلاقي الأرجنتين في نهائي المونديال. في هذه الأخبار الساخنة، أنهى المنتخب الفرنسي مغامرة نظيره المغربي عندما تغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء أمس الأربعاء على ملعب البيت في الخور ضمن لقاء نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، وبلغ المباراة النهائية الثانية تواليا والرابعة في تاريخه. وسجل تيو هرنانديز 5 والبديل راندال كولوم مواني 79 هدفي فرنسا التي تلتقي في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب لوسيل مع الأرجنتين الفائزة على كرواتيا الوصيفة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بينما سيلعب المغرب بعد غد السبت مباراة تحديد المركز الثالث ضد كرواتيا
التي تعادل أو تعادل معها سلبا في الجولة الأولى قبل أن يبدأ سلسلة انتصاراته المتتالية على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء، وكندا بهدفين مقابل هدف، عندما بلغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1986 في المكسيك. وتابع المغرب مشواره الناجح في المونديال محققا إنجازين تاريخيين ببلوغه الربع النهائي على حساب إسبانيا بركلات الترجيح، ثم النصف النهائي على حساب البرتغال في أول إنجاز لمنتخب عربي وأفريقي يبلغ دور الأربعة. وفي المقابل بلغت فرنسا المباراة النهائية الرابعة في تاريخها بعد 1998 عندما نالت اللقب على حساب البرازيل، ثم 2006 عندما خسرت أمام إيطاليا، و2018 عندما توجت للمرة الثانية في تاريخها على حساب كرواتيا، وباتت فرنسا على بعد مباراة واحدة من الظفر باللقب، وتصبح أول من يحتفظ به منذ برازيل بيليه في عام 1962. في الصفحة الأخيرة للصباح، ترشيحات لجولدن جلوب 2023. يتصدر فيلم حوريات أنشرين ترشيحات جوائز الجولدن جلوب التي ستقام في كانون الأول من العام 2023، وحصل على 8 ترشيحات، وهو من أفلام الكوميديا السوداء من إخراج وتأليف مارتن ماكدونا وبطولة كولين فاريل وبرندان غليسون. وتدور أحداث الفيلم حول صداقة تحطمت في جزيرة إيرلندية صغيرة في العام 1923، بينما حصل فيلم كل شيء في كل مكان في وقت واحد على 6 ترشيحات، نال فابلمانز وبابلون بطولة النجم براد بيت 5 ترشيحات. جوائز الجولدن جلوب خلت من ترشيحات النساء لأفضل مخرج لهذا العام، ولم يتم إخراج أي من المرشحات العشرة الأفضل أو لأفضل فيلم من قبل امرأة باستثناء سيناريست سارة بولي، وهي المرشحة الوحيدة للسيناريو عن فيلم حديث النساء، ولم تسجل سوى 9 نساء فقط. حصلنا على جائزة أفضل مخرج في تاريخ الجولدن جلوب ل80 عاماً. نعم أحبتي المشاهدين، توقف قليلا من الأخبار إلى مقالات. لربما نسأل، هل هناك علاقة بين كرة القدم والسياسة؟ هذا ما نعرفه من خلال هذا المقال للكاتب علي حسن الفواز بصوت الزميل أبو شرح حسين. نتابع. كرة القدم والسياسة بقلم علي حسن الفواز. من الصعب فصل الرياضة عن السياسة وعن التاريخ الذي ظل خاضعا لمواصفات القوة والثروة والهيبلة المركزية للعقل الغربي ولطبائع ذاكرته الاستعمارية والاستشراقية وعلاقتها بإدارات السياسة والرياضة والإعلام والإعلان. بطولة كأس العالم الأخيرة لكرة القدم والتي تجري أدوارها النهائية في دولة قطر العربية وضعت هذه المركزية أمام رهان مغاير وأمام أفق انكسرت فيه قاعدة الهيمنة القديمة لما هو متداول لمفاهيم تلك الإدارات ولتوصيفها الاحتكاري وحتى لخصوصية نمطيتها في المنافسة الافتراضية بين الفرق الكبيرة التي تملك إرثاً لا وعياً في التنظيم وفي الانتصار. في منتصف المقال، تشبيك السياسة بالرياضة يعني فرض توصيف معين ومحدد لها والتشكيك بأي تمرد على القاعدة الذهبية التي يمتلك أسرارها المنتصر القديم. فالنسخة 22 من هذه البطولة استفز ذلك اللاوعي وربما أثارت جدلاً في أوساط الرياضية، كما صرح بذلك الرئيس السابق للفيفا وفي أوساط سياسية، كما يحدث خلال هذه الأيام بعد اعتقال نائبين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل واتهامهما بالحصول على رشاً مقابل تقديم خدمات تدعم جهات مسؤولة عن تنظيم البطولة. في ختام هذا المقال، النجاح القطري في التنظيم وضع تاريخ هذه اللعبة خارج مركزية الهيمنة الغربية وقوض الكثير من أطروحاتها التقليدية
والتي لم يكن في واردها أن يحصل بلد عربي على حقوق تنظيم هذه البطولة بكل ما تعنيه من بروباغندا وحضور عالمي وترويج إعلامي ودخول إلى التاريخ من باب الرياضة الأكثر شعبية في العالم. الأسئلة المثارة قد تبدو صادمة ومفارقة، وقد تتجاوز المألوف في النظر إلى الأطر السائدة في الحكم على مثل هكذا بطولات كبرى، لكنها ستكون محدودة وغير ذات قيمة أمام النجاح التنظيمي للبطولة الذي هيأت دولة قطر مستلزماته الإدارية والفنية والخدماتية، فضلا عن الجوانب اللوجستية والإعلامية والتي جعلت من المكان العربي محط انتباه، لا سيما بعد صعود المنتخب العربي المغربي إلى المربع الذهبي لهذه البطولة التي تعد الأهم عالميا. أهلا بكم من جديد إلى صحيفة الزمان، نطالع أبرز ما جاء فيها. تصيب الأسواق بالشلل والقلق، المضاربات بالعملة وتعم الشارع في انفلات الأسعار، هرب مواطنون عن غضبهم جراء استمرار ارتفاع صرف الدولار أمام الدينار بسبب استمرار المضاربات، مما أدى إلى إصابة الأسواق التجارية بالشلل برغم وعود الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الارتفاع المقلق وسط قلق من تأثر أسعار المواد الغذائية وانفلات السيطرة. وقالوا في أحاديث للزمان أمس أن الحكومة وفي أكثر من مناسبة تعهدت باتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع سعر صرف العملة أمام الدينار، لكن حتى الآن أي شيء على أرض الواقع لم يتغير، واستمرار ارتفاع الدولار بسبب المضاربات انعكست سلبا على الحركة التجارية في عدد من المحافظات التي أصيبت أسواقها بالشلل جراء انعدام الحركة التجارية، كما نخشى أن يؤثر ذلك على أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي سيفاقم معاناة الشارع، مؤكدين أن المتضرر الوحيد من مضاربات العملة هو المواطن، ونأمل من الحكومة والبنك المركزي معالجة تداعيات ارتفاع الدولار وكذلك الإعاز إلى مفارز الأمن الاقتصادي والأجهزة الأخرى للنزول إلى الأسواق التجارية ومراقبة أسعار المواد الغذائية كإجراء استباقي يجهض محاولات استغلال المواطنين. بدوره طالب نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بإجراءات سريعة وحاسمة سيتم اتخاذها لإيقاف التصاعد في سعر صرف الدولار. وقال في تغريدة على تويتر إن حماية للمواطنين ومنع انعكاس ذلك على الأسواق، فإن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبلنا ومن قبل رئيس الحكومة والبنك المركزي ستكون سريعة وحاسمة في إيقاف التصاعد الحاصل في سعر صرف الدولار. في الزمان أيضا تسديد رواتب موظفي الأقليم وإجراء مناقلة مالية لوزارتي الصحة والبيئة. وافق مجلس الوزراء على إرسال 400 مليار دينار لتسديد رواتب موظفي أقليم كردستان وإجراء مناقلة مالية لتعويض موظفي وزارة الصحة وسد النقص الحاصل في رواتب موظفي وزارة البيئة. قال بيان تلقته الزمان إن المجلس عقد جلسته برئاسة محمد الشياع السوداني، ناقش خلالها الأوضاع العامة في البلاد وأبرز القضايا والملفات الخاصة بالجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، إلى جانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرار بشأنها. في الزمن الأخيرة مزاد على الدمية الفضائية الشهيرة من فيلم إي تي، تطرح في مزاد ينظم السبت الدمية الخاصة بالكائن الفضائي في فيلم إي تي بعد 40 عاما على الفيلم للمخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ، وتطرح دار جوليانز أوكشنز للمزادات الدمية الآلية التي يبلغ طولها مترا واحدا مقابل سعر تقديري يراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار، وقد يتجاوز المبلغ الذي ستباع به الدمية سعرها التقديري بكثير. وتمثل الدمية الصغيرة ذات الإطار المصنوع من الألمنيوم والكابلات المكشوفة تحفة هندسية صغيرة تتألف من 85 مفصلا ميكانيكيا يتيح تحريك الأنف والعينين والجفون والرقبة
والذراعين. ربما تكون سعر الدمية أغلى من البشر أحيانا. إلى صحيفة الزوراء، الموارد المائية تكشف عن حوارات جديدة مع إيران وتركيا لتأمين الحصص المائية للعراق. كشفت وزارة الموارد المائية عن حوارات جديدة مع إيران وتركيا لتأمين الحصص المائية للعراق، وفيما أكدت أن الأمطار الأخيرة رفعت مناسيب المياه في دجلة والفرات بنسبة 75%، مبينا أن زيادة الخزين المائي سيجعل هناك مرونة في الخطة الزراعية وزيادة المساحات المزروعة. وأضاف أن العراق واحد من البلدان الأكثر تأثرا بظاهرة التغير المناخي، وهذا التأثير شمل الزراعة والموارد المائية، وأدى أيضا إلى هجرة من بعض المناطق إلى مناطق أخرى. وللحد من تلك الهجرة نخطط لإنشاء بحيرات صغيرة في المناطق التي جفت مصادر تزويدها بالماء. أيضا في الزوراء، الخبير الاقتصادي يستبعد دخول العراق في تضخم جديد وارتفاع في الأسعار. استبعد الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي دخول العراق في تضخم جديد وارتفاع في الأسعار في الفترة القادمة، فيما رجح عودة سعر الصرف إلى سابق عهده بعد الارتفاع الأخير. وقال العلي في حديث للزوراء أن الوضع الاقتصادي أو المالي للدولة استثنائي، ولن تجد سنة كهذه، لكن ممارسات الدولة والحكومة لا تزال بطيئة، وهناك تضييع للوقت بفعل الحكومة أو بفعل القوانين والعمل السياسي. وأضاف أن الحكومات المتعاقبة ترفع الشعارات، منها مكافحة الفقر، ولكن ليس لديها أدوات لتغييرات جذرية، أي باقية بمستوى محدود من الأدوات والخطوات السياسية أو السياسات والإجراءات. وعن التوقعات بشأن ارتفاع التضخم، أوضح أن التضخم يرتبط بأكثر من قضية، الأولى ارتفاع الأسعار العالمية، فإذا ارتفعت ترتفع لدينا، لأن المنتجات أو السلع الاستهلاكية هي في الغالبية العظمى مستوردة. نعم، إلى صحيفة الرأي في صفحة خارجيات الحكم بسجن رئيس بلدية اسطنبول ومنعه من ممارسة العمل السياسي. قضت محكمة تركيا أمس بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض والذي يحظى بشعبية واسعة أكرم إمام أوغلو 2 و7 أشهر ومنعه من ممارسة العمل السياسي، وذلك بسبب إهانته مسؤولين ووصفهم بالأغبياء. وهذا الحكم قد يقود إلى فرض حظر سياسي على رئيس البلدية، إذ أيدته المحكمة العليا، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع عقدها في تركيا في يونيو 2023. من جانبه أكد محامي إمام أوغلو أنه سيستأنف الحكم، ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية، لكنه بات مستبعدا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. بدوره قال أكرم إمام أوغلو في أول تعليق على قرار المحكمة: لا يمكن لأحد أخذ السلطة التي يتم منحها من قبل الناخبين. نعم أحبتي المشاهدين، ختام نشاهد كاريكاتير الصباح، وأيضا نشكركم لطيب المشاهدة. تبقى القراءة لكم دائما أحبتي المشاهدين. ختاما رسل وأبا، شكرا لك ماهر على هذه القراءة الجميلة وهذه العنوانات أيضا الرائعة، ولفريق الإعداد.